صمم العلم اللبناني ب 11 تشرين الثاني سنة 1943 إرادة مشروع رفض الانتداب الفرنساوي ورموزه. العلم اللبناني القديم كان العلم الفرنساوي وبقلبه أرزي، ولهذا السبب وبإطار معركة الاستقلال اتخذ القرار بتعديل تصميم العلم. باجتماع صار ببيت صائب سلام اقترح أنري فرعون نائب بيروت تصميم علم جديد. خيط العلم بالأول نساء من لبنان مثل الست مالفينا حبيقة لينرفع بوجه الفرنسوية، واعتمد بالتصميم الجديد الرمز التاريخي المرتبط بلبنان ويلي هو الأرز اللبناني. انحط على خلفية بيضة بترمز لاسم لبنان يعني أبيض، ونزيد من فوق ومن تحت جزء أحمر بيرمز للتضحية والشهداء، وهيك لبنان صار عنده علم.